قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وقوله العزى، العزى شجرة كانوا يعبدونها، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالدا ليقطعها فقطعها، فلما عاد قال: إنك لم تفعل بها شيئا. فلما رجع رضي الله عنه وجد امرأة ثائرة الرأس عريانة فقتلها، فقال: قد قتلتها، فلا تعرض. وذلك لأن هذه المرأة يمكن أن تكون من ما تلبس به الشيطان وأزهم على فعلها، فكانت تجلس عند هذه الشجرة ويعبدون أو يتبركون بهذه الشجرة. ولأن عبادة هذه الأصنام هي في الحقيقة عبادة للشيطان. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. كيف يعبد الشيطان إذا أطيع في الإشراك بالله عز وجل؟